في المباراة اللي جاية. يعني رأيي ان تعامل كولر في المباريات الخارجيه مع الاهلي في افريقيا مختلف عن السنين اللي فاتت. الاهلي السنه دي كسب ماتشين بره ارضه والترجي في اخر سنتين في دوري الابطال. بشكل عام الاهلي كسب اصلا ماتشين بره ارضه، ماتش الترجي اللي هو في نص نهائي وماتش فيدا كلوب في دور المجموعات. بس السنه فاتت الاهلي ما كسبش اصلا، دول كانوا مع موسيماني بالمناسبه. فبالتالي انت عندك بعض من الامل ان الاهلي بيعرف يتعامل في المباريات الخارجيه، بيعرف يتعامل بره ارضه. بس انت المره دي إذا انت زي ما قلت وزي ما محمد قال ان الاهلي عنده نتيجتين، انت يا تكسب يا تتعادل. فده بيديك برضو افضليه كمان، فكره ان انت تبقى خسران اتنين كسبان 2-1 احسن من 2-0. ليه؟ بدل ما ابقى داخل المباراه وانا مستريح او مستني اشوف الوداد هيعمل معايا ايه، لا انا داخل الماتش وانا واقف على طراطيف صوابعي حرفيا، انا عارف انا عايز اعمل ايه، عايز ما استقبلش هدف وعايز احاول ان اسجل، فمش هرتكن للدفاع، بالعكس انا هبقى عندي فرصه ان انا عايز اهاجم وبحاول ان انا اسجل اهداف. وده حصل مع الاهلي في افريقيا تقريبا، الاهلي سجل في كل ماتشاته بره ارضه ما عدا ماتش الهلال، فده معنى كده ان الاهلي ممكن يسجل قدام الوداد. الناحيه الثانيه برضو الوداد اصلا في اخر ماتشين على ارضه في دوري الابطال في الادوار الاقصائيه ما كانش بافضل حالاته قدام جمهوره، قدام سيمبا كسب 1-0 بالعافيه وتاهل بضربات الترجيح، وقدام صن داونز هو اصلا اتعادل 0-0 وممكن ما كانش ليه برضو اليد العليا قوي على صن داونز وقتها. برضو تصريحات الوداد فيها سن ثقه زياده من بعد الهدف، تحس ان هم خلاص ايه، احنا عارفين ان احنا 1-0 نكسب دوري الابطال. دي حقيقه وكل حاجه، حتى المدرب قال انا خبرتي الافريقيه اعلى من كولر، بس هو عنده خبرته اكبر. بس لا، الاهلي عنده الفرصه وعنده المقومات، انا رايي انه يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه الذهاب، عنده الفرصه وعنده المقومات ان هو يسجل هدف واحد هيسهل مهمته ويصعب مهمه الوداد في العوده.